كنت خايفه، كنت خايفه ولا كنت واثقه؟ ازاي كنت خايفه ولا كنت واثقه في الفوز؟ دايما في ماتشات الديربي بنبقى احنا الاثنين يعني الجمهورين بيكون عندهم قلق طبيعي، يعني قلق طبيعي. يعني انا كنت عندي ثقه في فيريرا المدير الفني الكبير جدا البروف، وعندي ثقه في عواد كبيره جدا، وفي شيكابالا كقائد فريق تمام، وبين شرقي في مراكز كتير عندنا في الحمد لله في الفرقه. بس يبقى بقى انت اللي بيحصل جوه الملعب يعني. تمام. بس كان عندي ثقه بصراحه يعني. ايه رايك بقى ان انا عارف ان انت حد يبقى معاه شيكابالا وما يبقاش عنده ثقه يعني. انا عارف ان انت بتفهم. وطبعا طبعا يعني في مجلس الاداره عملوا اللي عليهم وزياده وزياده وزياده، عايزه احييهم جدا مجلس اداره نادي الزمالك بجد. طيب انا عارف ان انت بتفهمي في الفنيات، ايه رايك في الزمالك في الشوط الاول والزمالك في الشوط الثاني؟ بص انا عايزه اقول لك على حاجه، انا في الشوط الاول ما كنتش مبسوطه زي ما الناس كلها اتبسطت. احنا كنا نقدر الفرقه تقدر تجيب سته، تقدر تجيب خمسه. انت شفت طبعا الفرص الكتير المهدره، شفت قدام المرمى كان عندنا كذا فرصه يعني حقيقيه وما حصلتش. كان في لو كنا انت دايما لما بتلعب وبتجيب سكور في اول بالذات في اول ربع ساعه بتجيب الجون الاول وبعدين تجيب الجون الثاني تقدر تجيب الثالث الرابع يعني خلاص. فده ما حصلش ان هم عملوا ده. ده اللي كان ينقص الزمالك في الشوط الاول. الشوط الثاني انا ما بقدرش اتكلم يعني، انت حضرت معايا مهيب أي. في 2016 وعارف ان انا ما بقدرش اكمل الماتش لاخره لما ببقى حاسه ان ممكن يحصل حاجه. فطلعت بصراحه بره المكان اللي انا كنت فيه الشوط الثاني كامل ما اتفرجتش عليه. لا والله كنت خايفه بقى. والله. لا كنت خلاص اعصابي اتوترت جدا جدا. مبروك ليكي ومبروك لكل زملكاويه، واعتقد في فرحه كبيره النهارده بالفوز، وخاصه مش بالفوز بالكاس بس، لا الفوز على النادي الاهلي بيبقى ليه طعم خاص زي ما الاهلي فوزه على الزمالك بيبقى ليه طعم خاص. طبعا قمم، وعلى فكره احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله الدوري عندنا في يعني قمم ثانيه كتير، في بيراميدز وفي فرق كبيره جدا جدا، في سموحه، في عندنا مديرين فنيين ممتازين في الدوري المصري وفي الكاس بسم الله ما شاء الله. حتى فرقه اسوان اللي فاتت، انا عايز صحيح معلش قبل ما اقفل يعني بجد ابارك لعواد بشكل يعني بشكل مخصوص، لان الكاس ده انا بحس ان هو عواد ادهولنا برضه هديه يعني. ماتش اسوان عواد تعب فيه جدا وهو من احد الحاجات اللي خلتنا نتاهل للماتش النهائي النهارده كان محمد عواد. تمام. عايزه ابارك له هو بشكل مخصوص يعني. مبروك ليكي ومبروك لكل الزملكاويه الفنانه كبيره رندا البحيري. مرسي يا كابتن، مرسي يا كابتن اكرامي، مرسي يا كابتن بشير. وفرصه سعيده يا كابتن. طيب اشوفكم على خير. نادي